ألو، بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جاءني سؤال من باحث من الجزائر، من إحدى الجامعات الجزائرية، يقول هل ممكن أن نضع هذا التدريب الإيقاعي المدمج في رسالة أو في أطروحة؟ طبعا ممكن، بالعكس من المواضيع اللي قد تكون لأول مرة، والبحث اللي يضع عنوان أو الرسالة اللي تضع عنوان يعني يطرق لأول مرة علميا يكون بحث ممتاز وأصيل وجيد جدا، لأن شيء جديد. وسيكون هذا البحث من البحوث التي تكلمت عنها أن يأخذها المدرب إلى الساحة، وهذه يعني أنا أسميها عملة ذهبية، أنه الأطاريح بدل أن تكون على الرفوف فقط مثل هذا النوع من الرسائل أو الأطاريح يفيد بالميدان. فهذه أشياء ترجع للمشرف وترجع للجنة العلمية وموافقتها وعلى موافقتها. لكن نعم أنا دائما، لأن أنا أعتبر نفسي رائد بهذا المجال، وطرحت كموضوع حيوي جدا في مراحل التطوير والمراحل كذلك الاحترافية. فيكون جيد جدا أنه توضع رسالة بالبداية ماجستير، ونشوف النتائج هي اللي تحدد قيمة أي عمل بحثي. فهذا على سبيل المثال، 4 كرات تشتغل، مجموعة من اللاعبين 16 لاعب يشتغلون، لاحظ كل هذا الشغل يكون تقريبا بالوان تاتش. شوف كل الشغل هذا بالوان تاتش. هاي ميزة التدريب الإيقاعي، وزيادة صعوبتها تكون بالوان تاتش، فيكون هناك وقت قليل جدا مع الكرة بين قوسين، يعني اللعب السريع، ويكون هناك وقت قليل مع اللاعبين لتبديل المراكز. هذا واحد. 2، في مثل هذه الفعالية يمكن أنت أن تعمله في ساحة كاملة، كذلك يمكن أن تعمله، أحاول أحصل على أيوة، ممكن أن تعمله مو بساحة كاملة، تعمله بمنطقة أقل من ساحة، مثل 50 في 40 ياردة، ممكن جدا ويكون مناسب لأعمار التطوير، ويكون بعمل إيقاعي غاية في الأهمية. لأن من سألني عن مصطلح ما يعرف اللي سميناه إحنا الصفة اللي قلنا يعني مهمة في تطبيقات التكتيك، والذكر قال هذه الصفة يعني أنا أول مرة أسمعها، وطبقت بعض الفعاليات كرتين، فمن أين أبدأ؟ قلت له أنا كشخص أبدأ بكرتين إيقاعي، أزيد 3 إيقاعي 4 إيقاعي حتى أصل إلى 6 كرات. البعض يقول 6 كرات كثيرة، لكنها جانب مهم في ما يعرف بتطوير إيقاع الفريق بكرة القدم. فهذه بسيطة الناحية، لكن تحتاج إلى وقت. يعني ما أعتقد أنه اللاعبين بأول يوم ينجحون في التطبيق بشكل جيد، لكن يوم بعد يوم تعرف أنت ميكانيكية التطبيق تزداد من خلال ما يعرف بالتكرار. فالتكرار تكرار تكرار يصل الفريق. طبعا تبدي بيها في بداية الموسم، مهم أن تدرب هاي في بداية الموسم وفي فترة الإعداد. أنا دائما أنصح ولا أوصي، لأن كل إنسان عنده فكر وعنده فلسفة، ولازم تحترم فلسفة الآخرين وفكرهم. فأنصح أنه من الآن أنه التمارين هذه الإيقاعية المدمجة تكون عبارة عن روتين تدريبي في فترات الإعداد العامة والخاصة، وثم تؤخذ فرادى كل أسبوع في فترة المنافسات. يكون العمل جيد، ويكون العمل بفائدة كثيرة يعني.
كثيرة جدا كثيرة تكلمنا عنها كثير ما أريد أعدد. فنعم أقول للباحث توكل على الله، إذا كان عندك طالب أو إذا كان كنت أنت، وإحنا يعني نتساعد. أنا دائما أقول لا أكون بديل للباحث إطلاقا ولا للمتعلم إطلاقا لأني أجني عليه، لكن المساعدة ضرورية، إعطاء الرأي ضروري، مراجعة ما يعمل الطالب أو مراجعة ما يعمل الأستاذ ما ليس به عيب، يعني ممتاز. فحاولوا أن تطبقون هذه الفعاليات رجال مع الفئات العمرية ومع الفرق المتقدمة. أنصح فقط ليس غير النصيحة. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يمن عليكم برضا وأن يحاسبنا على نوايانا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا جزيلا.